حتى لو انت كنت طلعت تاني مجموعتك، لكن انت في الاخر تفوقت على اول المجموعه. في مجموعه اخرى هو كان فريق قوي جدا زي فريق صن داونز، بالتالي وصلت لنصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، وده امر جيد لكن مش ممتاز، لان الممتاز دايما يكون من خلال الفوز باللقب باذن الله تعالى. فبالتالي الخبر اللي يتعلق بهذه الجزئيه ان خلاص رسميا تم اعلان ملعب جابوما بالكاميرون كملعب لاستضافه نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، خصوصا ان احنا عارفين النظام الجديد هذا الموسم ان المباراه النهائيه هتكون هي عباره عن مباراه واحده مش مباراتين ذهاب واياب زي ما كنا متعودين في السابق. فبالتالي خلاص بشكل رسمي تم الاعلان من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم عن استضافه هذا الملعب بدوله الكاميرون للنهائي الافريقي باذن الله، تحديدا بطوله دوري ابطال افريقيا. في المقابل تقرر اقامه نهائي الكونفدراليه بملعب مولاي عبد الله بمدينه الرباط بالمغرب، واحنا عارفين كان في ثلاث دول اتقدموا بطلب استضافه النهائي سواء في طبعا الكاميرون او المغرب او تونس. المغرب كان من خلال ملعب مركب محمد الخامس، تونس من خلال استاد رادس، والكاميرون من خلال ملعب جابوما. الملعب ده بيتسع لحوالي 50,000 متفرج، في المقابل كان ملعب محمد الخامس بيتسع ل 45,000 متفرج، ملعب الرادس في العاصمه تونس 65,000 متفرج. واحنا عارفين كان في اسس او معايير معينه بيتم من خلالها الاختيار، وكان اهم هذه المعايير البنيه التحتيه. يعني الملعب ده يعتبر من الملاعب الجديده في الكاميرون، تم الانتهاء من انشائه بشكل رسمي في 2017، او تم البدء في انشائه في 2017 وانتهاء من الانشاء في 2019. وكان المقرر الملعب ده يستضيف مباريات بطوله الامم الافريقيه اللي كانت المفروض تبقى في الكاميرون في 2019، لكن تم سحب الملف من الكاميرون ومصر هي اللي نظمت البطوله، لكن اكيد هيكون جاهز لاستضافه مباريات بطوله الامم الافريقيه 2021 في الكاميرون باذن الله تعالى. خليني اقول لحضراتكم ان الملعب ده موجود في مدينه ديوالا الكاميرونيه. من ضمن كمان المعلومات عن هذا الملعب ان هو يعتبر من الملاعب الجيده جدا في الكاميرون، وهم ملاعب قليله بصراحه يعني مش كتير، لكن نتمنى في النهايه ان الملعب ده يكون على قد الحدث، لان طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا وبالتحديد المباراه النهائيه بتبقى مباراه قويه جدا ايا كان اللي هيوصل باذن الله يكون احد طرفي هذه المباراه النادي الاهلي باذن الله تعالى. احنا عارفين دور نصف النهائي فيه الاهلي والزمالك والوداد والرجاء، الاهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء، نتمنى النهائي يكون مصري طبعا وان شاء الله باذن الله الاهلي اللي يتفوق. هو الملعب ده كمان تاني اكبر ملعب في الكاميرون بعد بول بيا واللي موجود في شمال ياوندي، فده خبر اكيد من الاخبار المهمه جدا ايضا، خصوصا ان هو بيتعلق بالنادي الاهلي، والنادي الاهلي هو موجود في نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، ان شاء الله يوصل النهائي ويشارك من خلال هذه المباراه النهائيه في هذا الملعب باذن الله تعالى في الكاميرون.